وختاما أحوال الطقس والأحوال الجوية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت إن شاء الله على محافظات ومدن الجمهورية وبعض المدن والعواصم العالمية.